ولو فيم اليوم بيستضيف فيفيان أنطونيوس الممثل النجمي اللي دايما حضوره بيكون فيه كاريزما كتير حلوة، ابتسامتها يعني بتعمل أجواء رائعة بالمسلسلات. ب 24 قيراط أكيد عم نتابع هالمسلسل الناجح جدا واللي عم بيلاقي جماهيرية واسعة وفيه نجوم كتير كبار بكل الأدوار، فكمان سوزي هالصبية اللي عندها كتير بس كمان عايشه بظروف شوي صعبه بتجسدها فيفيان. بونجور. بونجور، كيفكم؟ اشتقت لكم. نحن كمان اشتقنا لك، اهلا وسهلا فيك. واكيد 24 قيراط صرنا عارفين يعني قد ايه عم ياخذ استحسان عند المشاهدين، خاصه مع تطور الاحداث شوي شوي. ما بعرف اليوم شفت انه الهيئه عم تتطور كثير الاحداث، اليوم يمكن في تطورات كمان كثير جديده، بعدكم عم تصوروا؟ انا بكره رح يكون عندي اخر نهار تصوير. أول شيء بقول رمضان كريم ومبروك كمان، يعني عن جد كنت متوقعة نجاح لـ 24 قيراط بس ما كنت متوقعة هالقد، فمبروك لكل اللي اشتغلوا بالعمل وبيستاهل النجاح لأنه اشتغلنا بقلب واحد وبنفسية كتير حلوة، فمبسوطة أني عم بحضره وأنه هالقد الناس حابينه. بنقول مبروك لكل اللي شاركوا بالعمل ومبروك للام تي في كمان يلي أكيد. عرفت شو تختار مسلسل يلي حاز على المرتبه الاولى ومستمر بنجاح خلال رمضان المبارك. فيفيان، شخصيه سوزي يمكن كثار من الممثلات حطوا عينهم عليها، وقع الاختيار عليك وانت كمان اخترتي هالشخصيه وحبيتيها. نحن طبعا عم نشوف بعدنا يمكن بالحلقات الاولى، وكنت عم تخبرينا انه الشخصيه رح تشهد تطور كبير بالحلقات الجايه. شخصية حبيتها كتير، أنا بكون أختها لماجي أبو غصن، بنت استفزني فيها أنه عندها أشياء سيئة بس بطريقة إنسانية، يعني هي بتغار من أختها بس بذات الوقت إن أنا عم بقرأ الشخصية حسيت أنه ما حق، يعني غيرة محببة عايشت مع جوزها كتير ديون، شخصية كتير بتشبه المرأة اللبنانية الواقعية، يعني يلي بتطمح للأعلى وبذات الوقت تتحرقس لما تشوف في فرق مادي بينها وبين أختها لتكتشف بالآخر أنه مش هيدا هو اللي كانت عم تفتش عليه. لما تحس أنه جوزها مثل ما شفنا، تحية للنجم مجدي مشموشة كمان، لما جوزها ينحبس بتحس أنه هي ما بدها لا مصاري ولا شيء، بدها أنه يرجع لجوزها. حبيت السامبليسيتي اللي بالشخصية وكيف هي انه تهمل حالها وكيف هي عن جد ست بيت اوقات همومها كبيره معيشتها صعبه، فشخصيه بتشبه الواقع مشان هيك استفزتني وحبيتها. شخصيات كتير بهالمسلسل، يعني في اكثر من قصه بقلب القصه، واكيد نجوم كبار كمان كلكم سوا نجوم، فهيدا كمان يلي ساهم بانجاح العمل. ولكن العمل كان صعب مع اشخاص جداد اوقات، اول مره يمكن تشتغلي معهم ممثلين؟ لا اجمالا كلهم، يعني ان كان سيرين او ماجي ابو غصن او عابد فهد استاذ عابد أو يعني مين بدي سمي، تقلى شمعون، مجدي مشموشة، طلال الجردي، يعني ما بخايف انسى حدا، يعني هن كلهم نجوم. كتير هين انك تشتغلي بعمل هالقد في كمية ممثلين محترفين، يعني وقلت له للمخرج استاذ ليس الحجو، قلت له حتى بحسيت انه حتى الكومبارس اخذ حقه بالعمل ومصور بطريقة صح وبطريقة بروفيسيونيل. أكيد لما يكتر هالقد الاحتراف بحس أنا بيعطي منافسة حلوة بالشغل، بتصيري لما يكون في ممثلين بوجهك بتصيري أنت تمثيلك لحاله بتشد حالك أكتر، ويمكن من أول عمل لبناني هالقد كلف وهالقد فيه نجوم، وهذا شيء كتير إيجابي وحلو أنه نتعلم انه نتعود كمان انه مش ضروري دائما الضوء يكون علينا لحالنا، حلو ببعض المسلسلات نعمل فشخه لورا ونترك غيرنا كمان يعطي اكثر ما عنده لانه الكل قوي والكل عم بيمثل حلو. حلو. يعني الفكره حلوه اللي قلتيها، وبعتقد قليل كثير يلي يمكن بيفكروا فيها بيقولوها وبيعملوها. بس اكيد في شيء استفزك هالقد بالشخصيه لحتى اخذتي، حكيتي عن الدور انه حبيتيه وانه مره هيك بتشبه المره اللبنانيه
الواقعية، بس شو أضافت هالشخصية على مسيرتك مع أنه يعني المسلسل مهم وعم ينعرض برمضان؟ هلا أنا ضيفة على العمل، إن شاء الله ما أكون ضيفة ثقيلة يعني. كل حدا قطع ب 24 كيرات قد ما يعني قد ما كان دوره كبير او صغير، هي اضافه لإلك، اضافه انك تشتغل مع استاذ ليش الحجو المخرج المبدع. وحلو كثير اوقات انه يعني الممثل اوقات بتستفزه انك تبين بدور انت مش معود تعمله. يعني انا في ناس لاموني انه فيجان نحن معودين عليك بطوله، بس انا دائما بقول انه البطوله هي بطوله جماعيه، يعني لازم نتعود انه اذا حبينا شخصيه هيك كثير بيعملوها الامريكان وحتى بالدول العربيه. يعني نحن بس بلبنان عنا شوي اوقات عقده هالموضوع، انا من الاشخاص اللي ما عندي عقده هالموضوع. يعني انا بقول جمله مهمه ولا اهم من 100 اطلاله من الجلد للجلد وبلا طعمه. يعني سوزي من الاشخاص المهمين يلي خلوني انا وعم بقريها اتمتع، او انا وعم بقريها صدقها او اقول معها حق. يعني حبيت هالشخصيه. هالشيء على كل حال كمان بيعطي غنى كثير كبير للدراما، والمشاهد بحب انه بقلب هالمسلسل او هالقصه يكون في اكثر من قصه واكثر من طبعا من شخصيه واكثر من نجم. هالغنى كثير مهم لنجاح عمل اكيد هالنوع. ومشان هيك يمكن هو نمبر 1 هلا بالريتنج، يعني مش بالصدفه. اكيد محطه الام تي في محضوره كثير، بس كمان العمل هو كثير ضخم وكثير فيه نجوم كبار، وكثير كمان كل حدا اخذ حقه، كل حدا بمحله. يعني الصوره حلوه واخراج هون بشكر تقلا شمعون يعني الكاستنج دايركتور يلي تعذبت كثير كمان بالمسلسل، حتى الاولاد يعني هون تحيه للاولاد. بنتي مثلت دور بنتي، وانا اليوم جبت تي شيرت تقول له ثانك يو لابنها لماجي ابو غصن ريكي يلي عامل بيست خالته وبيست مام، ما بعرف اذا مبينه. فعملنا جست كثير مهضومه لاستاذ عابد وللمخرج ولماجي، فميرسي ميرسي ريكي. وبشكر كمان البتي الصغيره يلي اخذت دور بنت الدكتور، هي تلميذتي اصلا. الكل يعني ما بدي انسى حدا، كل حدا عطى دوره على قد ما فيه. رح نحكي عن تلميذك بعد شوي، بس خلينا نشوف مشهد هلا وبنرجع بعدين. من بونجور سوزي، شو اخبارك؟ انت بالبيت؟ بدي اوصل الاولاد على المدرسه وامرق اشرب فنجان قهوه عندك. انه بدك شي ساعه بتكوني عندي؟ ايه اوكي، ناطرتك. يلا. غريب، ما هلا بالعاده اختك تجي بهالوقت. هيدا اختي وهيدا البيت بيتها، بتزورني وقت اللي بدها، مفهوم؟ بس انت ليه مستغرب؟ لا انا بصراحة بس هيك رعاني العجب، ممكن يكون عندها خبرية عن يوسف وما بقى تحكيها على التليفون. لك برافو عليك، كيف ما لقطتها؟ معك حق، ما إلا بالعادة تزورني بهالوقت. رح أعمل لك فنجان قهوة. منتابع مع وول اوف فيم وضيفتنا فيفيان انطونيوس. اكيد عم نحكي عن 24 خيرات، ولكن كمان رح نحكي عن كثير من المواضيع الثانيه، لانه حتى ب 24 خيرات في تلاميذ لفيفيان انطونيوس بلشوا مسيرتهم الفنيه اذا فينا نقول. مظبوط. حكينا قبل انا وياك على كل حال عن ورك شوب كنتي بلشتيه سابقا، وصار في اكثر من دوره. هلا في دوره جديده عم تقيل رح تبدا كمان بايلول، بس هو لكل اللي ما بيعرف الورك شوب اللي انا عم بعمله، انا عم بشتغل معي كمان مخرجين مش لحالي. تحية لصديقتي روني غوش يلي هي عطول معي إذا بدك بهالهمروجة. نحن فاتحين مجال لكل حدا مش دارس تمثيل، ما قدر فات على الجامعة، من عمر 5 سنين لعمر 70 سنة. يعني أنا عندي تلاميذ عمرهم 70 و75 سنة، هن نسوين ورجال كتير شاطرين، يعني ما قدروا درسوا هيدا الموضوع، أو مثلا أهلهم من زمان كانوا شوي ما يحبوا أجواء الفن، هلأ إجوا عم يعملوا هالوركشوب، وأنا عم ساعدهم لعرفهم عمونجين بالبلد أو كتاب بالبلد. وفي منهم عن جد مواهب كتير قوية، وعم نجد
يجرب انه يبلشوا يشتغلوا. فورك شوب الجديد رح يكون بسبتمبر، كل حدا بيطلع باله في يحكينا على رقم 03-28-74-64 نقدر ننصحه ونتعاون معه. أكيد نحنا بناخد عدد معين، في عنا شروط أنه لا يقدر الممثل يكون معنا، بس إجمالاً عم بيكون كتير الجو لذيذ. بين هالتلميذ شاركوا بمسلسل 24 قيراط، تلميذة قدي عمرها؟ بنتي؟ إيه؟ تمار، بدي اقول لها هابي بيرث داي لان انا خالصه من هون وراح احتفل لها بعيد ميلادها. هابي بيرث داي تم تم. ثاقبت بالصدفه، اجت الممثله تقلا شمعون لعنا على المعهد ولفتتها بنتي، وانا ما كنت انهارها فكانت روني، وقالت لها انه عجبتني هالبنت، وقالت لها بعدين انه هي بنتها لفيفيان انطونيوس. هي عم تلعب دور بنتي الحقيقيه، يعني هي عجبتها اختارتها من دون ما تعرف انه انا من دون ما تعرف انها بنتك، اختارتها تلعب دور بنتي تلعب. نعم، وكمان البتي كريكر البنوت اللي اخذ دور بنت الحكيم كمان دورها رح يكون هي من تلميذتي، وفي كتير كبار يعني رح نشوفهم بعدين كمان كان عندهم الشانس انه يكونوا ب 24 كيرات. حلو، قد ايه يعني بيعني لك هالشيء انه التلاميذ اللي عم يمرقوا عندي بالي ما عندهم خبره بالتمثيل ولا دارسين تمثيل يكونوا قادرين يشاركوا بعمل هالقد كبير من هالقد؟ انا بقول لهم بتفرحوني لما اشوفكم على التي في، بحس انه التعب اللي تعبني لانه الورك شوب بتعرفي بنشتغل بظروف صعبه اوقات، في عرق وفي اكزرسيسات وفي اكسبرسيون كوربوريل وللصوت ولما بعرف شو، بتكون ورشه، بس لما تشوفيهم على التي في بتحسي انه خي انه انا بلشت حط لهم اجر على هالسلم الطويل يمكن، وكمان بمسلسل كتير مهم، فهي شغلة عن جد بحبكم و I'm proud يعني بتلاميذي. فيفيان، إلى جانب التمثيل والوركشوبس المرتبطة بهالموضوع، في كمان الكتابة يلي بدأتي فيها من سنوات، في مسلسل جديد من كتابتك؟ نعم، دايما كنت أكتب أنا ولورا، يعني كتبنا إلى يارا تبع الكانسير وكتبنا شوارع الذل. هأول مرة عم بكتب لحالي مسلسل اسمه هلا، قصة كتير أنا حبتها يعني. بدي أشكر إلي معلوف يلي هو كمان اشترى هيدا المسلسل ورح نشوفه بإنتاج شركة فينيكس بيكتشرز، بشكره لثقته إنه هي تالت مرة عم ياخد مني مسلسل. قصة حلوة بتحكي عن الطبقة السياسية كيف أوقات حتى بيكون عندها سلطة بتقدر تشتري كتير إشياء حتى بيقدر يشتري قلب حبيبته. هيك في لطشة عن الأجواء إذا بدك الأرستقراطية، الطبقة السياسية الأرستقراطية، بس بقصة اجتماعية بتشبه واقعنا، وإن شاء الله أقدر أتوفق فيه. نحن نتمنى لك التوفيق كمان، وأكيدين يعني بعد الخبرات السابقة يلي فرجيتينا إياها أنه رح يكون في نجاح لهالعمل كمان. بس هالشغف يلي عندك مش للتمثيل أنت يعني كممثلة، بس للتمثيل عامة، يعني هالشغف يلي عندك للآخرين كمان يكونوا عم يقدروا يبينوا، عم يقدروا يعطوا، هو يمكن اللي وصلك انك تكتبي، ما بعرف. ايه، لانه انا حدا كثير اجري على الارض، يعني انا بعرف ايمتى البيك تايم تبعي، ايمتى لا، بعرف ايمتى انا استفيد من عمري يلي انا صرت ام وعم بكبر، فمش رح اجي اخذ. وحتى المسلسل اللي انا كتبته انا ما طرحت حالي بطلي فيه، قلت له لإلي واتفقنا المخرج الكبير إلي معلوف، قال لي انت بمين فكره؟ قلت له اكيد مش انا، حدا اصغر، لازم نفتش على نجمه جديده. في جيل، نحن جيل العشرين فاقدينه يعني دراما. كل هلا اللي عم يطلع اكثر من 20 عمره، كل النجوم، فلازم كمان كلنا نتعود نفتح الباب لناس يجوا من بعدنا، ما فينا نحن نضلنا محلنا مده طويله، لازم نبلش نقبل عمرنا ونبلش نفوت بمراحل الامومه. هلا كثير عم بيقولوا بعد بكير فيفيان تحكي هيك، هن مفكرين انه بكير، بس مش كثير بكير. لا انا كثير بفكر بمنطق، واللي بفكر بمنطق ما بيخسر، لان انا درست التمثيل، مش جيت اعمل نجمة وفيلي، أنا بدي خطير أنا وعم مثل، وهيدا الشيء اللي أنا علمتني إياه الجامعة، وهيك لازم كلنا نفكر. حلو، كنت عم تحكي عن يعني الأبطال اللي بعمر العشرين، عم بتذكر فيفيان إنه أنا بلشت 17 بلشت 17 كان معك يعني نجوم، هيك حبينا المسلسلات اللبنانية نحن كجيل جديد عم نتعرف عليها، خاصة بعد الحرب، وبعدهم يعني نجوم اليوم هن نجوم الأمس، بس بلشتوا سوا يعني وهيك رافقناكم سوا ويعني وكبرنا سوا، بقى هذا اللي بيخلي يمكن انه عندكم شيء خاص عندنا
بيخليكم مختلفين عن مزبوط. عن انا دائما بقول جيل القبل ان شاء الله يجي جيل ينس يعني مش ينسى انه يساعد لنكفي المسيره سوا، بس بعدنا نحن انه موجودين لانه هالقد كنا صادقين وهالقد كان عندنا شغف وهالقد كانت يعني اذا بدك نظره النجوميه الامس غير نظره نجوميه اليوم، فان شاء الله كمان هيك يكون في استمراريه للكل يعني. اكيد. نحن قبل ما نمضي على الول اوف فيم نشكرك على حضورك، خلينا نشوف مشهد جديد. اوكي بعطي وقت ونكمل. يلا ونكمل. شو ما بعرف قد ايه صار لي مشروبة قهوه انا وياك يا اختي؟ انا صار لازم امشي. والقهوه عندي موعد مهم. بكي شي يا اختي؟ احسن من هيك ما بقى يصير. شو قلت لها؟ شو سمعتها؟ ليه فلت قوام؟ انا اللي سمعتها؟ لك هي اللي سمعتني. شو سمعتك؟ ما بعرف صادق. تسأل اسئله غريبه عجيبه. اسئله مثل شو؟ اسمعي سوسي، خليكي حد اختك. هيدي قصه يوسف عملت لها شيء بيضصها. صادق عم تحكي اشياء مش مفهومه. خلينا على الميك اب بهالمسلسل اوقات. انا عم صور بلا ميك اب ما هيدا كل الصوره كثير حلوه. لا ايه كثير يعني تمثيل رائع ومعبر. مزبوط هيدا اهم شيء. خلينا نمضي الول اوف فيم، نأمن هيك انه صار عندنا الامضه تبعك فيفيان ونتابع شوي نحن وياكي هون. لا شو بدنا نكتب؟ يلا مبروك ام تي في 24. اخذت التابلو كله ما تعيطوا علي. معلش يلا سوري. هي كله حلوه كثير. طالما كاتبه ام تي في خذي بعد لنحط لكم اياها بالسيركل هيك لتنبسطوا. لا نحن بدنا ميفو بالسيركل. ميرسي. اهلا وسهلا فيكي مره جديده وكل التابلو لك كمان. ولكن يعني كمان نحن ب 24 قيراط او بالدراما اللبنانيه اجمالا عم نشعر بتطور كثير كبير، ومن سنه لسنه عم نكون فعلا عم نقدم لقدام، صحيح هالشيء؟ اكيد. وهون دائما انا بحب يعني قبل ما انسى اقول كاتيا انه 24 قيراط اكيد مبروك لسيرين عبد النور، عابد فهد، ماجي ابو غصن يلي عملي دور كثير حلو، بس كمان ما بدنا ننسى الاكيب اللي ورا الكاميرا مثل الكاميرامانيه هون، كان معنا نحن جيش على الارض كلهم اشتغلوا من قلبهم، يعني ان كان الشعر الميك اب اللي كان يوصلني يعني كل حدا كان عم يشتغل لحتى ينجح، فانا بدي اشكرهم لان دائما نحن بنشكر اللي بتضوا وبننسى الناس اللي بتتعب بهيدا المسلسل، بشكركم فردا فردا. بدي اقول شغلي كمان انه 24 كيرات مبروك كمان العراب اذا بدك الكبير هو جمال سنان، هالمنتج يلي هالقد كان قلبه قوي حط كثير مصاري وما خاف بكل ظروف الوضع اللي عم يقطع فيه لبنان ودعم للدراما اللبنانيه، فكمان ميرسي له. تحيه له كمان ولكل شو بتخبرنا؟ شو بدنا نشكرك انا رح اترككم عم تكملوا وانتقل لاخر فقره باللايف لليوم بوسن ام تي في. رمضان كريم.